ماذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام غير ما صنعه الأنبياء من قبله؟ في أنبياء لما ضاقوا بقومهم دعوا عليهم. يا لطيف. ربنا اطمس على أموالهم واشفز على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يا سلام. رب لا تذر، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا نوح وليه، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يؤمنوا فاجرا كفار. سيدنا نوسى أول مزاعل من أنتم مش هتؤمنوا والله يا أولاد الذين، طب أنا ماشي وراح سابهم وتوقع الله. التاني ينزل عليه ملك الجبال، ها إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت. قال يا ملك الجبال لا تفعل، عسى رب العباد أن يخرج منهم من يوحد الله رب العالمين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. يجي عمر يقف على، هو هنا تحدث ببشرية تامة أم بوحي من السماء؟ في إطار وما ينطق عن الهوى. لا لا لا، ببشرية تامة. ببشرية تامة. هذا خلقه، هذا خلقه، هذا خلقه. سبحان الله. الله، هذا خلقه، هذا خلق الحلم. سبحان الله. يقال أن المرأة العربية مرأة آخر تريد أن تحمل حزبة حطب ولا تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقال أحمل عنك يا أمة الله، قالت احمل بني. في بداية الدعوة يمين يسار يمين يسار، بدأت أمام البيت، أغرها أمام البيت، وضع الحزمة، فوضعت يدها في جيبه لتعطيه درهما. قال يا أمة الله في جيبها، يا أمة الله لا أريد. قالت طالما أنك ما رفضت أبيت أن تأخذ أجرا، أنا أريد أن أنصحك نصيحة. في مكة رجل يسمى محمد بن عبد الله يدعى رسالة، إن رأيته فلا تصدقه. فقال له أنا محمد بن عبد الله. قالت أشهد أنك على خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. هذا خلقه، هذا خلقه، هذا خلقه، صنعه ربه صنعة خاصة، أدبه تأديب خاص، رباه تربية خاصة. سبحان الله. فتقول لي أنه اختلف، اختلف، الله أكبر. يعني سبحان الله، لما وقف الأنبياء صفا في المسجد الأقصى، اللهم أعز ولاينا يا رب، يا رب، تريث الأنبياء من يصلي؟ آدم أبو البشر ممكن، وارد. نوح أول الدعاء، وارد. أبو الأنبياء إبراهيم في آخر الزمان، وارد، وارد. لا ده في ليلة الإسراء، الإسراء جمعهم الله سبحانه وتعالى. فإذا بجبريل يأخذ يد حبيب الله ليصلي بالأنبياء جميعا. ما منهم من احد قدم احد الانبياء. لا لا لا، وتوقف الجميع، وقف. سبحان الله، ادب، فادب. سبحان الله. يعني لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي امم، ومن يفز بحبيب الله ياتم. الله الله، من يفز برسول الله عليه الصلاه والسلام. فانت تكثر من ذكره، تكثر من نزل جبريل وقدمه وصلى بهم ركعتين على صلاه ابيه الخليل ابراهيم. سبحان الله. كيف مصلي يعني؟ سبحان الله. فحتى كل نبي كان يلقاه اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح، اهلا بالنبي الصالح والاخ الصالح. جاء عند في السماء السادسه، قال فرايت رجلا اشبه بصاحبكم بالرسول عليه الصلاه والسلام، فاذا به الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، كلمه سيدنا ابراهيم. بلغ امتك مني السلام. يا الله، حنو. لان سيدنا ابراهيم هو يعني مثال الحلم، لانه دعا لهذه الامه، وهو الذي سمانا، هو سماكم المسلمين من قبل، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. فاحنا عشان نرد الجميل للتسمية ونرد الجميل، نصلي عليه في كل صلاة. اللهم صل على سيدنا ابراهيم عليه السلام. والله يا شيخنا ما علمنا عنهم شيء، احنا ما قدرناهم حق قدر، احنا تهنا وضعنا لما تركنا منهجهم وتركنا منهاجهم. هم جاء جمعة عشان يهدونا سواء السبيل، وختموا بخير. وبعدين قال لك من 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 يعني من من دواعي محبته صلى الله عليه وسلم انك سبحان الله يعني تتمنى رؤيته، تتمنى تراه، تتمنى تجتمع معه، تتمنى سبحان الله تكون معه. سبحان الله، في هذه المعيه انت في معيه الحب. تحتسب بعض لان الله يرضى عليك. بارك الله فيك.